بيقول ان اسرائيل تقريبا مديرية شرق الاوسط تقريبا، صح كده يا استاذ محمود؟ اه قالك لا لابد ان نواجه انفسنا بالخبر المؤلم والحقيقه او الحقيقه الصادمه ان دوله اسرائيل هي رئيس مجلس اداره منطقه الشرق الاوسط منذ فتره والفتره. طب انا مش هعلق بقى، انا مش هعلق، مش هقول حاجه، اهو انت ردوا. يعني هو بيتكلم على ان الطرف، بص سم في العسل بقى، بيتكلم ان السبب ان ضعف الطرف العربي، يعني قال لك ما فيش مشروع مضاد له، فهو ده اللي مخلي اسرائيل لها قوه ومتحكمه. كلمه ان انا اقول دوله اسرائيل هي رئيس مجلس اداره، لا الكلام ده مش 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 يعني مهنيا ما يتقالش، صحفيا ما يتقالش. اه يعني والناس بتشكره على فكره، يعني ما شاء الله الاعلام والتسويق بيشكروه، ولكن الكلام ده في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. لما نوصل للمرحله دي، ايه بشرى العرب فريق مدير شؤون المنطقه؟ انت ايه يعني؟ يعني مصر مش ماليه عينك؟ السعوديه مش ماليه عينك ولا ايه؟ يعني متخيل المجهود اللي بتقوم بيه مصر والسعوديه والامارات وتقول هي مدير شؤون المنطقه ورئيس مجلس الاداره، رئيس مجلس اداره مين؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ ويطلع من فتره كده مع الاعلامي صلاح محمود موسى يقول له على التصالح مع الاخوان، ويطلع على اسرائيل ويقعد مش عارف مع مين، وفطر في رمضان مع السفاره الاسرائيليه، مظبوط كده؟ لا، ايه ده؟ ايه ده؟ يعني لحد امتى؟ يعني انا اتمنى، بس انا بقول لكم الكلام ده، بقول اسماء وبقول حاجات وبقول يعني خطاب او مقال في غايه الاسف يتقال في الوقت اللي احنا فيه ده. واحنا هنا بنطالب بعد هذا المقال، بنطالب بتكوين الجيش العربي. بنطالب ان فعلا السعوديه ومصر والامارات والدول العربيه فعلا تبدا تتجه ان في حرب فتره قادمه عربيه فارسيه، خد بالكم من دي قوي، تحت قياده مين؟ الصهيوني الامريكي. يعني في الحرب القادمه حرب فارسيه عربيه فارسيه تحت قياده الصهيوني الامريكي. خلاص بقى، وهيلتون لما قلت لكم في كل حلقه بقول لكم قالت المفروض كنا بدانا من الخليج مش شمال افريقيا، كنا بدانا من الخليج. هيبدا برضه يخش من الخليج من ناحيه مصر تاني. يخش من السعوديه ازاي؟ قلت لكم هيبقى لكم من السعوديه. وكل الشعب السعودي يتكاتف مع الحكومه السعوديه والملك السعودي ولي العهد محمد بن سلمان. ضروري يا جماعه